السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه البرتقال اللي كتجي رائعه، لذيذه وخفيفه وغنيه بنكهه البرتقال، وكذلك غنيه بصلصه الشوكولا اللي كتجي رائعه ولذيذه بزاف. المقادير ديالها بسيطه وكذلك طريقه التحضير، فما عليكم غير تبعوا معايا لا فيديو. كنتمنى ان هذه الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، وما تنساوش بارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده ان شاء الله، وكذلك دعموني بالاشتراك واللايك. هذه الوصفه كنحتاجوا ليها 4 حبات بيض يكونوا بحراره المطبخ وحجم ديالهم متوسط، نضيف رشه ملح، وكأس غير ممتلئ من سكر سنيده او سكر حبيبات تقريبا 140 غرام، ثم كنضربوا الكل جيدا بالطراب الكهربائي او لا بالخلاط الكهربائي اللي متوفر، حتى كيضاعف الحجم وكيولي اللون ديالو ابيض. ثم كنضيفوا كأس الى ربع من زيت النباتية تقريبا 100 غرام اللي كنضيفوه على دفعات. هاد الطريقة كتخلي الكيكة كتجي مهوية وخفيفة. ثم كنضيفو قشور ديال البرتقال تقريبا 2 حبات، ثم علبة ديال الياغورت من الوزن 110 غرام، يعني اي نكهة بغيتو، هنا استعملت النكهة ديال الفاني. عصرت البرتقال تقريبا كأس اللي كيعادل لنا 160 غرام، ثم كنضيفو الدقيق الابيض اي الفورس. هنا بالنسبه للكيكه خدت ليا 300 غرام الدقيق الابيض اللي كيعادل ليا تقريبا 3 الكيسان عنبة، يعني والكاس الثالث كنقص منه تقريبا واحد معلقه كبيره، يعني كما كنقول ان كاس عنبة كيوزن تقريبا 110 غرام. ثم كنضيف 3 اكياس من خميره الحلويات او بيكن باودر اللي كيوزنوا تقريبا 21 غرام. كما كيبان لكم راه الخليط باقي خفيف، ما ضفتش الكميه الكامله ديال الدقيق. هانتوما غادي نبقى نضيف بشويه بشويه حتى نحصلوا على القوام اللي بغيت، يعني القوام المطلوب بالنسبه للكميه ديال المقادير لهاد الكيكه، يعني كل كيكه كتحتاج كميه معينه من الدقيق كتناسب المقادير ديالها. هنا كنبقى نضيف بشويه بشويه وانا كنرد البال، وحتى نتوما ردوا معايا البال وكتشوفوا الاختلاف ديال القوام، كل ما كنضيف دقيقكم للماء القوام كيتبدل. بالنسبه للكيكه باش تنجح معكم ضروري كميه الدقيق تكون متوازنه وكافيه بالنسبه للمقادير اللي كاينه
المقادير ديال الكيكه، سينو كامي كتدخلوها الفران كتنفخ ومن بعد شويه كتفش. هذا هو السبب الحقيقي اللي كيخلي هاد لوكا هذا او هاد الحاله انها طرى بالنسبه للكيكه، لان الدقيق هو الحاسم او الفاصل بالنسبه للكيك، هو اللي كيخلي اما كتكون خفيفه او كتكون ثقيله. هانتوما شوفوا القوام كي داير، يعني ملي كندير هاد الخطوط او كندير ثمانيه كتبقى ليا واحد 30 سكوند عاد باش كتختفي. صافي عرفوا ان الكميه ديال الدقيقه المناسبه بالنسبه للخليط. هنا عندي المول كبير، انا استعملت مول كبير 26 سنتيم، دهنته بالزبده. يمكن لكم تستعملوا مول 24، كذلك حتى هو غير كيكون اختلاف في السمك ديال الكيك كيفاش يجيكم شويه طالع على بالنسبه لاستعملتو مول كبير. كنكون مسخنه الفران غير واحد شويه ولا بارد ماشي مشكل. بالنسبه اللي عنده الفرن ديال الكهرباء دائما ندير الحراره تكون ناقصه 150 او حتى 160، ولا كان عندكم فران بروفيسيونيل يمكن لكم تستعملوا 180 درجه. هنا كما كيبان لكم عافيه مهيله، بعد ما طات ليا الكيكه غادي ان شاء الله نزينها بالشوكولات. انا استعملت مزيج من الشوكولا غيشو والشوكولا انغوباج، ذوبتهم وغادي نضيف عليهم شويه من عصير البرتقال. صافي كنبدا نحرك حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، ثم كنضيف عليهم علبه من دانيت او ديسير شوكولا. هني كيبقى اختيار، يمكن لكم تكتفيو غير بالشوكولاط وعصير البرتقال. صافي كنخلطو مزيان حتى كيندمجو ما كيبقاوش عندي الحبيبات، ثم كنصبهم على الكيك بهاد الطريقه هذه. كيبقى تسين حسب الذوق ديالكم. هنايا خديت نصف دوائر من البرتقال وعملتهم على هذا الشكل، هذا وريضه بهذه الطريقه كما كيبان لكم. صافي وكنوضعها في الوسط من الكيك. بالصحه والراحه، وكنتمنى لا فيديو يعجبكم، وما تنسوش الاشتراك واللايك بالنسبه للفيديو، وشكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء مع فيديو اخر باذن الله.